مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيامنا في البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. إن شاء الله بإذن الله تستمتعوا بحلقة تكون مميزة زي حلقة كل ثلاث وكل الأسبوع. طبعا كلنا بنترقب وبنتابع أول خطوات النادي الأهلي في مشواره الأفريقي اللي إن شاء الله للحفاظ على بطولة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله والنجمة العشرة. إن شاء الله بكرة زي ما كلنا عارفين النادي الأهلي هيقابل طبعا نادي سونديب بطل النيجر، وهتتلعب زي ما احنا عارفين في نيامي العاصمة. ده طبعا في دور الـ 32 للبطولة الأفريقية أبطال الدوري. وأكيد من خلال طبعا النهاردة في البيت الكبير هنتكلم باستفاضة كبيرة جدا وبشكل موسع عن أخبار بعثتنا هناك وأخبار فرقتنا، وكمان هيكون معنا ضيوف هنتابع كمان أخبارنا من خلال مراسلنا طبعا فاروق صلاح الموجود مع بعثتنا. إن شاء الله هنغطي كل أخبار النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي، ربنا يوفقهم بكرة. بس قبل ما نكمل طبعا كلامنا، أكيد فقراتنا النهاردة هتكون إيه؟ الفقرة الأولى زي كل يوم ثلاث مع الناقد المميز عمر البنوبي. الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معانا ضيف كبير ونجم كبير جدا الكابتن فتحي مبروك رئيس إدارة المواهب بالنادي الأهلي. وكالعادة في الفقرة الأخيرة والجزء الأخير من كل يوم ثلاث معادنا مع زمايلنا المتألقين في طبعا خط أحمر أحمد أسامة ومحمد فارس، وإن شاء الله تتمتعوا معانا بحلقة مميزة إن شاء الله. وأكيد برحب بسهام، مساء الخير عليك يا سهام.